السلام عليكم. أتابع حديثي عن فيما يخص إخراج خريطة، وكنت قد توقفت عند النقطة الخاصة بإدخال شروح الخريطة بدورها إلى صفحة الإخراج. في مابانفو هنا حيث توقفت حتى لا يزعجني هذا الشريط، أعيده إلى مكانه هكذا. أول شيء يمكن إضافته هو المفتاح، والمفتاح في هذه الحالة ينبغي علي مرة ثانية أن أفعل نافذة الإخراج بالضغط على الشريط الأزرق الموجود إلى الأعلى منها، وآخذ مرة ثانية الأداة التي ترسم لي إطار نافذة، وأرسم إطارا آخر هنا لكي أضع فيه المفتاح. لاحظوا أن مابانفو أوتوماتيكيا يقترح علي المفتاح. يمكن أن آخذ ما اقترحه، ويمكن أن أغيره بما أراه مناسبا. فأنا في طور ومعكم في طور الاكتشاف، إذا سأترك الأمور كما هي وأضغط أوكي. بالفعل حصلت على مفتاح، وهو الذي كنت قد كان مابافو قد أنجزه لي سابقا. إذا أضغط هنا لأنتقي نافذة المفتاح أو إطار المفتاح، ثم أضغط على هذا المربع الأسود الصغير. لماذا؟ لكي أقلص من حجم هذا المفتاح بالشكل الذي أراه مناسبا. قد تكون الكتابة غير واضحة وكذا المربعات. في هذه الحالة علي أن أعود إلى خريطتي وإلى أداة تدبير الطبقات، وأضغط هنا على تحليل الموضوعات مرتين لكي يقدم لي، كما تعرفنا على ذلك في حصة سابقة، لكي يقدم لي المرحلة الأخيرة، وهي مرحلة تغيير سمات مظهر التحليل الموضوعاتي. أختار الزر ليجوند، هدفي هو تكبير الخط ليكون أكثر وضوح. سأقوم بعملية التكبير انطلاقا من الضغط على هذا الزر أمامه، كما تلاحظون بوليس، أي حروف، أصناف الحروف. أضغط، أنتظر قليلا، أرجو أن لا أنتظر كثيرا. لدي أكثر من نسخة من مابانفو، لذلك يتأخر قليلا. هنا لدي صنف الخط أريال، وأمامه حجم الخط 8. يمكن بدل من 8 أن أخذ 10 هكذا، وأؤكد. لن تظهر لي النتيجة هنا. أوكي، لاحظوا كيف أن حجم الخط قد أصبح أكبر. أوكي، لاحظوا هنا ماذا سيحدث. لم يحدث شيء، ولكن قد حدث، لأن الخط قد كبر قبل أن أغلق النوافذ، بدليل أن العدد الوحدات غير مرئي
في هذا الإطار، وبالتالي علي أن أقوم بتوسيعه قليلا هكذا. إذا هذا هو المفتاح، يمكن أن آخذه وأن أدرجه مع الخريطة في هذا الحيز. قد أترك له إطارا وقد ألغي الإطار عنه حتى يظهر للقارئ وكأنه جزء من الخريطة. كيف سألغي الإطار؟ أنتقي فقط هذا الإطار، ثم في المضلع الخاص بتغيير في الأداة الخاصة بتغيير سمات المضلع أضغطه هنا و ألغي الجزء الداخلي، التلوين الجزء الداخلي، وألغي أيضا الإطار هكذا. لاحظوا أصبح المفتاح وكأنه جزء من الخريطة التي أنجزها بالتوالي. الآن أحتاج كذلك إلى مقياس لهذه الخريطة. كيف سأضع مقياسا؟ أحتاج هنا إلى أداة المقياس، وأداة المقياس سأخذها باستعمال هذه القائمة أوتي وجيسيون دوتي، فهي أداة مابانفو يحتفظ بها إلى أن أحتاج إليها. هنا يقوم بإظهارها جيسيون دوتي، تدبير شأن الأدوات. هذه النافذة كنا قد تعرفنا عليها في حصة سابقة، أبحث فيها عن المفتاح، لا أجده، إذن علي أن أقوم بتحميل المفتاح، عفوا أعتذر، المقياس، لا أجد مقياس، ما كاينش هنا إشل، ولذلك سأقوم بتحميله. كيف؟ سأضغط على هذا الزر أجوتي أوتي، إضافة أدوات، إضافة أداة، وهنا اسمه سيكون هو إشل سلم، وهنا شومان داكسي، أين يوجد، أين توجد أداة السلم أو المقياس. لاحظوا زر فيه ثلاث نقط، أضغط عليه فينقلني إلى درج فيه مجموعة من الأدوات التي يحتفظ بها مابانفو لاستعمالها عند الحاجة. أين يوجد هذا الدرج؟ يوجد في المسار سي، في بروغرام 5، هذا المجلد هو مجلد أساسي في على حواسيبكم، ستجدونه في كل الحواسيب، وداخله توجد البرامج التي قمت بتحميلها، ومنها برنامج مابانفو. أدخل إلى مابانفو وإلى مجلد فرعي داخله يسمى بروفيشنال 75، وداخله إلى مجلد فرعي ثان اسمه تولز، أي أدوات. هنا أجد أدواتي، هذه الأداة التي أبحث عنها تسمى سكيل بار، أي باغ ديشيل، إس 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 إس، أين الحرف إس؟ فعلا هذه هي الأداة التي أبحث عنها، سكيل بار، أضغط عليها وأفتحها هكذا. هي لم تكن مدرجة هنا في هذه القائمة، ولكن بعد التأكيد لاحظوا إنها قد أصبحت مدرجة.
أمامها يوجد مربعان، المربع الأول فوقه اسم شارجي يعني تحميله، أنه قد تم تحميلها، والمربع الثاني غير مفعل، تحميل أوتوماتيكي، أي أن هذه الأداة إن فعلت هذا المربع فإنني سأجدها ضمن الأدوات، أدوات مابانفو المعروضة أمامي هنا، حتى وإن قمت بإغلاق البرنامج وفتحه بعد ذلك. إذن لا بأس أن أفعل أيضا هذا المربع. أوكي، لاحظوا هنا ظهرت لي شريط جديد، وفي هذا الشريط توجد أداة هي هذه، فيها رقم واحد ورقم خمسة ثم خط أفقي أو شريط أفقي، فهذه هي الأداة التي أحتاجها. سأنقلها وأضعها هنا. إذا تذكروها جيدا من واحد إلى خمسة، فهي توحي بأنها عبارة عن مقياس. أيضا في القائمة، قائمة الأدوات، يضاف لي أمر جديد لم يكن موجودا من قبل، وهو إيشيل، رسم سلم. أنا سأشتغل بهذه الأداة لماذا؟ حتى أتحكم في مكان وضع المقياس، أضغط عليها. لاحظوا زر الفأرة كيف أنه على شكل سهم، وعندما ضغطت على هذه الأداة تحول إلى علامة زائد. إذا ما علي إلا أن أنقل هذا الزر إلى المكان الذي أريد أن أضع فيه المقياس، ثم أضغط هكذا. مباشرة تظهر لي نافذة، في هذه النافذة علي أن أحدد طول وارتفاع الشريط، شريط السلم، ثم أحدد وحدة القياس، وهنا أوتوماتيكيا أعطاني كيلومتر، ثم أحدد أيضا سمات. أنا سأترك كل هذه الأشياء كما هي، وأكتفي بالضغط على الزر أوكي. لاحظوا في الموقع الذي ضغطت فيه أعطاني أو أظهر لي المقياس، ونفس الشيء ظهر المقياس في صفحة الإخراج. في الأسفل هناك كيلومتر، أريد أنا أن أغير السمات. في هذه الحالة أريد أن أزحزح كيلومتر لأضعها مثلا هنا، لكن كما تلاحظون هذا غير ممكن، ينبغي علي تفعيل إحدى الطبقات. أي طبقة سأفعلها حتى أستطيع أن أقوم بزحزحة هذه الكلمة؟ إنها هنا في أداة تدبير الطبقات، إنها كوش ديسان، بمعنى أن مابانفو يضع لي في طبقة كوش ديسان السلم، وبالتالي يكفي أن أفعل كوش ديسان لكي أغير ما أريد تغييره في هذا المقياس. أوكي، وهنا لاحظوا الآن أن من الممكن أن أزحزح الكلمة كيلومتر لأضعها هنا، لكن كما تلاحظون فالكلمة طويلة، ولذلك فسأكتفي فقط بالحرفين ك و ام بالضغط مرتين عليها هكذا، ثم بدلا من كيلومتر أخذ ك ام لوحدهما هكذا. لاحظوا هنا يمكن أن أزحزح
السلم جانبا نحو اليسار حتى يكون أقرب إلى هذا الحد الأيسر في صفحتي الإخراج. كيف أقوم بهذا؟ سأخذ أداة الانتقاء سيليكسيون عفوا بار ريكتانجل، و أختار المقياس، وهنا أختار الأداة أداة الانتقاء، ها هي، ثم أضغط بالزر الأيسر وأستمر في الضغط قليلا دون أن أقوم بأي زحزحة هكذا حتى يظهر لي ذلك الخط المتقطع. لاحظوا هناك خط متقطع يظهر حول السلم، عندها أقوم بنقله إلى المكان الذي أراه مناسبا، وهنا نحو اليسار هكذا. إذا السلم في مكانه، يبقى علي أن أضيف الاتجاه. كيف سأضيف الاتجاه؟ الاتجاه هو عبارة عن رمز نقطي، وهذا الرمز النقطي هو عبارة عن سهم يتجه نحو الأعلى. من أين سآتي بهذا السهم؟ سأضغط على أداة تغيير سمات التوطن النقطي أو الشكل النقطي هكذا، وهنا لدي هذه المجموعة من الأدوات، مجموعة مابانفو 3 فيها هذه الأدوات، أنا أريد سهما، لذلك فسأنتقل نحو الأسفل، وستجدون لديكم مجموعة من الرموز في اسمها وينج دينجز، وينج دينجز تري. سأضغط عليها، لاحظوا أن هناك مجموعة من الأسهم، أبحث عن السهم المناسب. أين هو السهم الذي سأخذه؟ هذا سهم عريض ولكن قد يكون هذا مناسبا. أين هو هذا السهم؟ قد يكون مناسب بدلا من حجم 12 يمكن أن أخذ 36 أو أخذ 24 هكذا. أوكي، الآن سأضغط على أداة وضع الرموز النقطية هذه. إذن هذه اخترت بها نوع الرمز النقطي، وهذه سأضع بها هذا الرمز في مكانه هنا، وليكن فوق المقياس هكذا. يمكن أن أغير هذا المكان قليلا، أضغط عليه ثم أقوم بتغييره. فوقه ينبغي أن أضع الحرف N ليشير إلى نور، شمال. الحرف، ما دمت أضع حرفا فأنا سأختار الأداة A لكتابة النصوص، وهنا أكتب N ثم أحملها لأضعها فوق السهم بهذا الشكل، وزحزح السهم قليلا نحو الأعلى بالضغط على الزر كنترول والضغط في لوحة المفاتيح على زر على السهم الذي يوجد في أو الذي يشير إلى الأعلى هكذا في لي توش دو ديبلاسمون. إذا ضبطت الاتجاه، يبقى لدي الاسم، اسم الخريطة، اسم الخريطة أيضا سأخذ
أداة كتابة النصوص وأكتب ديكوباج أدمينستراتيف دو غران كازابلانكا أن الاني 2009. قد يبدو لي هذا العنوان صغيرا علي تكبيره، إذا سأقوم بانتقائه هكذا حتى يصبح حوله شريط أحمر، ثم أضغط عليه مرتين، وهنا أضغط في هذه الأداة أنتظر قليلا. قد لا تنتظرون أنتم كل هذه المدة، ذكرت لكم بأن لدي أكثر من إصدار لمابانفو، وقد يكون هناك تداخل فيما بين الإصدارات، أعتقد هذا هو الاحتمال لسبب كون النافذة لا تظهر بسرعة. سأحاول أن أقوم بتكبير إلى 14 نقطة. أوكي، لاحظوا الآن أنه أصبح ملائما، وأحمله لأضعه هنا هكذا. هذه الخريطة في الأخير هي خريطة صماء. بما معنى صماء؟ صماء يعني أنه لا توجد فيها أسماء للوحدات ولو بعض الوحدات. كيف أظهر أسماء الوحدات الإدارية؟ إما أن أكتبها كل وحدة على حدة، وفي هذا نوع من العناء، لكن إذا كنت أريد أن أختار بعضها دون البعض الآخر، لكن يمكن أن أظهرها بشكل أوتوماتيكي كلها، وهذا بالعودة إلى نافذة الخريطة، ثم الضغط على أداة تدبير الطبقات، وأضع المؤشر و لا بوند بلو على اسم لائحة البيانات، ثم هنا أختار زر إتيكيت هكذا، وفي إتيكيت أختار اسم الوحدة يونيتي ادمينستراتيف، هنا أقوم بتصغير هذا الاسم حتى يكون مناسبا للحيز الذي سيشغله داخل كل مضلع. بدل من 9 ربما أخذ 7 أو 6 كحجم صغير. أوكي، علي أن أفعل خانة إظهار هذه العلامات ليزيتيكيت هنا، ثم أوكي. ألاحظ الآن أنه قد ظهرت لي أسماء الوحدات، ما علي سوى أن أقوم بتغيير مواقعها هكذا، وأنظر هنا إلى ما سيحدث. مثلا هذا العنوان طويل، يمكن أن أضغط وسطه وأقوم بكتابته في سطرين هكذا. لا بأس. هنا قد يحدث لي تداخل بالنسبة لهذه الأسماء، في هذه الحالة يمكن في مرحلة متقدمة أن أقوم ب مثلا مشوار الدار البيضاء هو هذه الوحدة،
واسمها كبير. إذا ما الذي سأفعله في حالة مشوار الدار البيضاء؟ سأضغط مرتين عليه، ثم هنا أختار خطا سامبل دون سهم، وهذا الخط سيظهر هنا بين الاسم، يمتد من الاسم إلى الوحدة التي يعنيها هذا الخط، هكذا. لاحظوا مشور الدار البيضاء، هنا وحدة المعارف، سيدي البرنوصي، عين السبع، الحي المحمدي أيضا يمكن تقطيعها هكذا إلى جزئين، مولاي رشيد يمكن إضافة مولاي رشيد أيضا تقطيعها، لتشغل حيز أكبر من مساحة المضلع، بمسيك كذلك، وحدة مهمة مختفية وهي وحدة سيدي مومن، علي إظهارها. كيف سأقوم بإظهارها؟ سأقوم بإظهارها عن طريق الضغط على هذه الأداة إتيكيت هكذا، ثم أضغط لتظهر لي سيدي مومن هنا. لا داعي لظهور كل الوحدات الإدارية، سأكتفي فقط بهذه الوحدات، لأن مجال الخريطة هو مجال ضيق ولا يتحمل مزيدا من أسماء الوحدات. علي تكبير الخريطة إن أردت إضافة وحدات أكثر وأن تكون واضحة للقراءة، فليس الغرض هو إظهار كل الوحدات، وإنما إظهار ما هو كفيل بالقراءة وسهل على مستوى القراءة. هكذا إذا أكون قد أنجزت خريطتي الأولى. لكن لا ننسى شيئا مهما جدا، هو أن هذه الخريطة غير مسجلة، فهذه الخريطة كل هذه الأعمال التي قمت بها هي عبارة عن استثمار لقاعدة البيانات، ولذلك نتيجة الاستثمار هذه علي أن أسجلها في ملف من نوع جديد. هذا الملف هو عبارة عن مستند Work Space، Work Space، Space بمعنى مجال، Work العمل، أي الملف الذي سأسجل فيه هذا الإنتاج هو ملف يسجل لي كل الأشياء التي توجد هنا، توجد في معروضة في بيئة مابانف. ومن طبعا خريطتي الموضوعة الموجودة في صفحة الإخراج. التسجيل سيكون عن طريق هذا الأمر Enregistrer document sous، أعيد أنغوجيسغي دوكيمون سو هكذا. ومن الأفضل أن يكون مكان وضع هذا الملف هو نفسه المكان الذي أضع فيه عمل، ما عملي يوجد هنا السيسكوخ، وهنا سأضع اسم ديكوباج كازا 2009 انروجيستر. اسم لائحة البيانات هو اسيس بوبولاسيون غون كازا 21،
سأقوم الآن بإغلاق كل النوافذ. To fermer. سأبحث عن لائحة البيانات. لائحة البيانات ذكرت لكم بأنها توجد في S6 كور اللي هي هذه TAB. فعندما أفتح نافذة لائحة البيانات لاحظوا لم تفتح لي خريطة التقسيم الإداري. لماذا؟ لأن لائحة البيانات هذه خاصة فقط بنافذة الخريطة ونافذة المعطيات، هذا هو ما يوجد فيها. أما نتيجة استثمار لائحة البيانات، إذا أردت فتح هذه النتيجة فإن علي أوفغيغ هنا أن أغير امتداد الملف من TAB إلى WOR War. هنا يظهر لي ملف ديكوباج كازا 2009. أوفغيغ. بالطبع حملني إلى آخر شيء كانت عليه النوافذ المعروضة، وبالتالي وضع لي خريطتي. الآن عادة الطلبة ما يرتكبون خطأ، وبعد تنبيههم فإنهم يدركون خطأهم ويحاولون عدم القيام به، عدم ارتكابه مرة ثانية. أنا سأخذ هذا الملف وور، لنفرض أن أحد الطلبة قد قام بهذا العمل في حاسوب وحمل عمله إلى حاسوب آخر بالنسبة لي. سأضع مجلدا جديدا، وهذا المجلد بعيد عن باقي المعطيات التي اشتغلت بها. هذا المجلد وضعته في الدرج سي في ملف ما غنخليهش نوفو دوسي، ولكن غنسميه ديكوباج. إذا حملت ملف وور لوحدي، سأفتحه فيشيي أوفرير، ولكن في مكانه الجديد، أي وكأنني أشتغل في حاسوب آخر في سي. أين هو ديكوباج؟ هو هذا، وهذا هو الملف أوفرير. لاحظوا على أن أول شيء يطلبه لي هو ضرورة وجود لائحة البيانات معه في نفس المجلد. إذا لم توجد لائحة البيانات في نفس المجلد، فعلي أن أبحث له عن أين توجد. وبالطبع ما دمت أفترض بأنني أشتغل في حاسوب آخر فهي لا توجد فيه لائحة البيانات، فهذا يعني بأنني لن أستطيع فتح عملي. ما الذي أريد أن أوصله لكم؟ إذا أردتم أن ترسلوا هذا الملف، ملف Workspace Word، أي هذا المستند، أو أن تحملوه معكم للشغل به في مكان آخر، فعليكم إرفاقه بقاعدة البيانات، بلائحة البيانات. لقد لاحظتم بأنني عندما غيرت فقط المجلد إلى غيرت فقط الملف من مجلد إلى مجلد آخر، استعصى علي فتحه. لماذا؟ لأن هذا المجلد أستطيع قراءته، يمكن أن أضغط عليه وبالزر الأيمن أخذ أوفغيغ أفيك، وهنا أفتحه على شكل نص. هذا هو الملف. هناك أسطر بمعنى أوامر،
وهذه الأوامر ينفذها مابانفو على التوالي. أول أمر يجده مابانفو هو فتح لائحة البيانات المسمات بهذا الاسم. حتى تظهر لكم بوضوح، فتح لائحة البيانات هذه. عندما لا يجد مابانفو لائحة البيانات فإنه سيبعث لي بذلك التنبيه الذي ظهر في النافذة، ويبين لي على أنني علي أن أبحث عن مكان وجود هذا الملف، وإذا لم يجده فهذا يعني بأنه لن يتابع تنفيذ باقي هذه الأسطر التي ستحيلني عند تنفيذها كلها إلى الخريطة التي تعرفنا عليها قبل قليل، وهي هذه ديكوباج اللي هي هذه. أتوقف هنا، ولكن قبل التوقف سأطلب منكم إعادة إنجاز هذا التمرين مع إضافة شيء، وهو أن عليكم أن تميزوا الوحدات الإدارية الحضرية، أقول الوحدات الإدارية الحضرية، باستعمال رمز مناسب تضيفونه فوق الألوان الموجودة لديكم. إذا أعيد إنتاج هذه الخريطة، ولكن هناك شيء ستضيفونه، هو أن مجال الدار البيضاء يتكون من مقاطعات ومن بلديات ومن جماعات قروية. أطلب منكم أنتم أن تبينوا البلديات فوق هذه الخريطة، وذلك باستعمال رموز ترونها مناسبة. فكروا في الأمر وأرسلوا أعمالكم، وبالتوفيق استودعكم الله.